كان اليوم كان في هذا اليوم 8 فيفري 2013 في تونس الجنازة الوطنية تاع شكري بالعيد الله يرحمه. كانت الجنازة الوطنية متزامنا مع الحداد الوطني والإضراب العام موجود هذا الجمعة هذا النهار في كامل تراب الجمهورية التونسية. وحتى شيء ما أنت يخدم كان أهم حاجات بيدو حتى الخطوط التونسية غلقت رحلة متاحة إلى تونس وخارج وداخل تونس وحسيلو متواصل الحداد ذي في هذا النهار مع الجنازة في نهار جنازة شكري بالعيد. رفضوا الأقارب والعائلة بتاعه أنه يكون حاضرة ترويكا في جنازة ذي على ذكر كان حضور برشا من معارضة وبيدو حتى بيجي قايد السبسي. فجمعنا التغطية بتاع هذا الحدث في التلفزة التونسية والتلفزات التونسية والعربية. مشاهدينا الكرام أهلا بكم. تودع تونس اليوم شكري بالعيد الذي اختلته يد الغدر. نودع اليوم السياسي والحقوقي المناضل الذي طالته يد الإرهاب. نودع الصوت الصادق الذي دافع من أجل تونس الحرة والمنيعة، تونس الثورة، تونس الانتقال الديمقراطي. بناء مقومات نظام سياسي جديد، بناء تونس جديدة اللي هي إطارنا الجامع بيناتنا الكل. بالنسبة لجريمة قتل الشهيد شكري بالعيد جاء معناها إذن يشيع اليوم جثمان الفقيد شكري بالعيد إلى مثواه الأخير في جنازة وطنية أعطى رئيس الجمهورية المؤقت القائد الأعلى للقوات المسلحة محمد المنصف المرزوقي تعليماته بإقامتها، حيث تم تخصيص مكان في مربع الشهداء في مقبرة الجلاز لدفن جثمان الراحل. وسيمثل وزير الدفاع الوطني رئيس الجمهورية المؤقت في موكب الجنازة، حيث سيتم تنكيس العلم حدادا على وفاة المرحوم شكري بالعيد. هل بدأت ترتيبات أو بدأت جنازة الفقيد شكري بالعيد؟ ماذا عن آخر الترتيبات الحضور السياسي والرسمي والشعبي أيضا؟ نعم زينة، منذ صباح ومنذ وصولنا إلى دار الثقافة جبل الجلود يتواصل توافد الألاف من رفاق شكري بالعيد، الألاف من محبي شكري بالعيد، من كل متساكنية منطقة جبل الجلود. منذ حوالي 10 دقائق وصل جثمان الفقيد شكري بالعيد إلى هنا إلى دار الثقافة. تندد بعملية الاغتيال، الألاف التي تندد باستعمال العنف ضد يعني السياسيين، كل تقريبا العائلات السياسية، لاحظنا عديد الوجوه التي تحضر لإلقاء النظرة الأخيرة في الجهة المقابلة. وفي داخل دار الثقافة يوجد جثمان الفقيد شكري بالعيد، هنالك ستجتمع كل الشخصيات الوطنية. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء. صدق الله العظيم. حسيلو قناة نسمة كما شفتوا جابت واحد اللي يقرأ قرآن، هذايا تواصلت مع أنت قرأ قرآن جزئيا حتى ملي دفنوه مع أنت كاملا مع أنت بعد قرآن سورة الفاتحة عليه وقتها مع أنت وفيه. قناة الوطنية ما المرة ذي ما عادتش خطبة الجمعة وما عادتش بصفة عامة في جزء قنوات نتاعها ما عادتش القرآن الكريم، أما خطبة الجمعة عادتها في قناة الوطنية سنين تشوفوها مع بعض. ردقت يعني الآن ليس موقف أيضا كاترين أشتر مفوض الاتحاد الأوروبي، هذا ليس موقف بعض الدول، هنالك موقف من الأمم المتحدة رسميا بإدانة هذه الجريمة، ثم هنالك موقف من الغرب ومن الشرق، من روسيا، من العالم العربي، من الغرب، من الولايات المتحدة الأمريكية، تقريبا من كل شركائنا الجديين في الانتقال الديمقراطي. وقت لي يعني تم الحديث على اغتيال شكري بالعيد
من أجل تونس، ثم زعماء أعطوا حياتهم ووقتهم من أجل تونس، ثم شهداء أعطوا دمهم من أجل هالثورة هذه، دمهم هذاك غالي وعزيز، مش دم زعماء السياسيين أعز وأغلى من دم المواطنين الزواولة اللي ماتوا في هذه الثورة. ربي خليكم وما عاونوا بعض عاونوا بعض عاونونا 100 درك هو منا ومنا يرحم والديكم خلينا الاتحاد العام التونسي للشغل جميع مقرات استيك في اضراب الا التدخلات السريعه ومحطات الانتاج. اذا اليوم تسخير كامل لكل امكانيات لهذا التجمهر. اليوم ايضا الصحافه ابرز العناوين الصحافه الكل ما تحكي كان على الشهيد المناضل شكري بالعيد. سيتوجه إلى تونس العاصمة إلى مقبرة الجلاس حيث سيوارى الثرى. ما الجديد هناك في مقبرة الجلاس طارق؟ تقريبا بعد 20 دقيقة من خروج الجنازة من دار ثقافة سيصل جثمان الفقيد شكري بالعيد إلى روضة الشهداء، وهذا هو القبر الذي سيدفن فيه المرحوم شكري بالعيد. هذا هو القبر. هناك يعني مجموعة من المواطنين لا ينتمون إلى أي تيار حزبي جاءوا لإلقاء النظرة الأخيرة. كفاح وأيضا من الناس اللي حاضرة اللي تتشارك معها في الأفكار. في تنقله أيضا. نعم في تنقل موكب الجنازة أكيد أنه ستكون هناك صعوبة مع هذا الحضور الشعبي الكبير. مع هذا الحضور الغفير لأنه الممر الذي تتوجه فيه السيارة إلى الطريق الرئيسية ستكون يعني هي مكتظة الآن وصعبة. يبدو أن الآن أن هنالك تزاحم وازدحام كبير أمام الباب. إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله يرحم يا شكري إن شاء الله ربي رحم الله الفقيد واستقبله بكامل رحمته. إذن يخرج الآن جثمان الفقيد شكري بالعيد من دار الثقافة. حمادي إليك الكلمة. جثمان شكري بالعيد مسجبي العلم الوطني تحمله أصدقاء شكري بالعيد، وهذه يعني صورة مباشرة وأصوات يعني نقل مباشر وحي لإخراج جثمان شكري بالعيد من مقر. إذن مشاهدينا ننقل لكم هذه الصور. هذه ابنة شكري بالعيد في السيارة إلى جانب
ميا الجريبي إلى جانب عناصر الجيش الوطني. إذن سيتحرك الموكب الآن في اتجاه مقبرة الجلاز بتونس. رحم الله الفقيد رحمة واسعة، وألهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان، وألهم كل الشعب التونسي جميل الصبر والسلوان. اليوم تونس تودع شهيدها، تودع الكلمة الصادقة، تودع الرأي الجريء، تودع اليوم تونس شكري بالعيد الذي غادرنا قبل يومين برصاصات غادرة، لحظات معبرة كما تشاهدون مشاهدينا الكرام، لحظات تغني عن كل تعبير. هذا الالتفاف الشعبي الكبير حول جثمان الراحل، هذا الحضور الرهيب يؤكد أن شكري بالعيد لم يغادرنا، غادرنا جسدا ولكن روحه ستظل باقية بيننا. هذه ابنة شهيد شكري بالعيد كما تشاهدين، هذه ابنة، نعم. ابنة شكري بالعيد كما تشاهدين، لحظات مؤثرة جدا حقيقة يعني. نعم حمادي أستمع إليك. نعم منذ قليل. نعم هي لحظات مؤثرة جدا يعني، ابنة شكري بالعيد في إلى جانب جثمان والدها تتحرك السيارة. الجمهورية تحركت عدة مناطق، والبارح شهدنا أحداث عنف بمنطقة إقليبيا. اليوم أعلنت قوة الأمن في المنطقة على إيقاف 13 شخص متورطين في الأحداث، مع إعلان عن إصابة أعوان أمن إذا في نفس اليوم حداد يوم 8 فيه. جثمان الفقيد في طريقه إلى مقبرة الجلاز حيث سيوارى الثرى في روضة الشهداء. نعم جلاز على السيارة، كذلك نشاهد منجي الرحوي وهو عضو المكتب السياسي لحزب الوطنيين الديمقراطيين، وهو نائب المجلس الوطني التأسيسي. الصور بدأت توصل من مقبرة الجلاز أمامنا، بدأوا العباد يتلموا في الجلاز، التحول بدأ الجثمان يتحرك أيضا. نعم زينة أكيد أذكر هنا أن أعداد غفيرة خرجت من مقر الاتحاد العام التونسي للشغل. شكون موجودين أيضا في الفقيد الزعيم النقابي فرحات حشاد، سامحني تليلي، وباش يكون فيه العديد من القيادات بتاع الحركة الوطنية التونسية اللي ماتوا. المربع هذايا هو يكون في منطقة عالية من مقبرة الزلاز. مقبرة الجلاز أمامكم آخر مأوى لشكري
بالعيد الله يرحمه وينعمه. شكري اللي رافقنا يوم 6 فيفري أمامكم، هذه أول صور توصلنا من مقبرة الجلاز بالتحديد، وخاصة إذا حضور أولي موجود بطبيعة في انتظار وصول الجثمان. شكري بالعيد، هذه الصور الحية الآن، ووالده كذلك. نعم. وشقيقه خرجوا لتوهم من دار الثقافة، التأثر بادي على وجوههم حقيقة. هذا الوفود الخارج الآن من دار الثقافة هي العائلة المقربة لشكري بالعيد، المحامون روضة. لترتيبات هذه سيارة، هذا سفير يعني علامة للسلك الدبلوماسي، قد يكون سفير. نعم. لدولة عربية يعني. لم أتبين، لم أتأكد من العلم يعني بدقة. هذا القبر الذي سيدفن فيه شكري بالعيد، ويقام على الطريقة التونسية يعني، وهي الطريقة المعتمدة في شمال أفريقيا. يتم تختلف الطريقة؟ نعم. لا، هو ربما في مناطق أخرى يوضع مباشرة الميت في يقال وراء الثرى، يحفر القبر ثم يسجى فيه الجثمان ثم يوضع التراب. هنا تركيبة أخرى، يبنى القبر يعني داخل التراب، ثم يلحد بقطع حجرية تغطى فيصبح مثل التابوت، ثم يوارى الثرى. كل قال أو استحسن هذا التحرك، ومثلا حمل همامي رئيس حزب العمال، وهو الحزب الأكبر في ذلك التكتل، من أيدي المعارضين، من أيدي القوى اليسارية الليبرالية العلمانية في تونس. جثمان كما قلت من دار الثقافة، حيث الحضور الشعبي كان كبير بجبل جلود، وننتظر الآن أن يصل الجثمان إلى مقبرة الجلاز، إلى روضة الشهداء بمقبرة الجلاز. ومعنا من هناك زميل طارق بن معاوية. طارق. نعم نعم زينة. نعم، دقائق ربما ويصل جثمان الراحل شكري بالعيد إلى مقبرة الجلاز. يبدو كذلك زينة، يعني الجماهير التي رفعت على عناق جثمان المرحوم شكري بالعيد بدأت تتوافد شيئا فشيئا على مقبرة الجلاز. لكن اليوم بطبيعة لازم المناخ، لازم التهدئة، لازم اللحمة، لازم التوانسة يبنيوا على اللي يقربهم مش على اللي يبعدهم، على خاطر تونس ترفع الناس الكل، وإن شاء الله نسمعوا خاصة خلاصة والعباد تتعذب من الكلام اللي تقال، نسمعوا كلام. حتى توحيد كل القوى الوطنية. نعم. من أجل مواجهة الهجمة أو هذه الحملة الإرهابية المفروضة على كل القوى وعلى الشعب التونسي. حسب نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي. ومن تونس مراسلنا عبد الرحيم الفارسي، إليك عبد الرحيم. نعم، في هذه اللحظات العشرات من الآلاف من التونسيين يسيرون الآن على الأقدام مغادرين منطقة جبل جلود، حيث سجيت جثمان شكري بالعيد لساعات في دار الثقافة. طبعا أكيد زينة، فمنذ ساعات الأولى من الصباح بدأت الجموع الغفيرة في الاجتماع بمقر الحديقة العمومية بوسط مدينة قفصة، وخرجوا في مسيرة حاشدة جابوا خلالها الشوارع الرئيسية لمدينة قفصة، وبالتالي بعد ذلك بقليل توجهوا إلى مقر الولاية، حيث رفعوا شعارات منددة بهذا الاغتيال السياسي، تحديدا باغتيال الفقيد شكري بالعيد. ويذكر أن قبل قدوم المسيرة كانت هناك تعزيزات أمنية حاشدة، وأيضا حاشدة بالنسبة لمقر ولاية قفصة، وأيضا بالنسبة لكل المواقع الاقتصادية الحساسة في مدينة قفصة، على غرار الكارفور، وأيضا على غرار شركة فوسفات قفصة والمركب الكيميائي بقفصة وإدارته بمدينة قفصة.
إذن هل من جديد؟ هل أكيد أنه موكب الجنازة، جنازة الفقيد شكري بالعيد، يقترب من مقبرة الجلاس؟ نحن نعم زينة، نحن في انتظار جثمان الفقيد شكري بالعيد. الحضور بدأ يتكثف، أو الأعداد بدأ. محسن مرزوق أيضا بعض الوجوه من دين مرتيشة، وجوه معروفة من المجلس التأسيسي، من وجوه قيدي حركات السياسية بطبيعة. جنبي سراوي أيضا اللوطة في المشرع. في الدفاع وفي حماية أرض تونس، عون الأمن كما قلت الشهيد لطفي زار الذي فقدناه يوم الأربعاء، هي مناسبة أيضا لنترحم على روحه. وكما تشاهدون هذه صور من قفصة، تصلنا الآن جموع غفيرة تشارك في مسيرة حاشدة. أعز ما عنده، وأنا نعرف اللي علاقته ببناته علاقة خاصة. لحظة توديع ومواراة المرحوم شكري بالعيد، رأيت ممثلين عن المحامين، وهذا بارز من خلال اللباس الذي أشاهده. الحضور المرأة، هنا سيدة بجانبي قالت لابد أن تذكر حضور المرأة، والمرأة هنا موجودة. يصبح فيما بعد من ألد خصومهم. بعد ثورة 14 من يناير لمع نجمه أكثر مع مساحة الحرية والديمقراطية التي سادت تونس، وأصبح الأمين العام للحزب الوطنيين الديمقراطيين. ضرب على بعض الساعات أو السويعات. نشاهد الآن سلاح مسيرة شعبية سلمية خرجت من ساحة محمد علي مقر الاتحاد العام التونسي للشغل في يوم الإضراب العام والحداد الوطني على الفقيد والمناضل والسياسي والحقوقي شكري بالعيد. والمسيرة انطلقت من مقر الاتحاد ومن ثم إلى شارع الحبيب بورقيبة، ورفع خلالها المتظاهرون العلم التونسي مرددين شعارات مختلفة. يمكن يكون من أيدي العدالة، لكن ربي موجود، الإله موجود، والعقاب يظهر لي باش يكون موجود في الدنيا ولا في الآخرة. اللي عملت يده راهو ما يلقى حتى تعلة وما يتخبى حتى شيء. راهو الدين ما قالش هكا، والدين ما قالش هكا، وذي باش نرجعوا نحكيو بالتفصيل. لكن هذا عيب، عيب يطبس راسه مقارنة بالأسد، بالبطل، بشكري بالعيد، بالمنا. إذا اليوم مش خليكم مع الصور، خليكم بهالحب. من أمام مدخل مقبرة الجلاس، طبعا نحن في صحن مقبرة الزلاج ننتظر وصول جثمان الفقيد. هناك أعداد كبيرة توافدت على مقبرة الزلاج في انتظار وصول جثمان الفقيد شكري بالعيد وأداء صلاة الجنازة عليه في روضة مقبرة الزلاج، ومن ثم دفنه في روضة الشهداء قرب مقام الولي سيدي بن حسن الشاذلي. شعارات عدة يرفعها هنا الحاضرون، ومنها محاسبة من اغتال شكري بالعيد. هناك أيضا تذكير لزعامات وطنية تم اغتيالها على غرار الزعيم النقابي الراحل فرحات حشاد، أيضا صالح بن يوسف. هناك حضور لوجوه سياسية، وجوه نقابية، وجوه حقوقية، ووجوه إعلامية، ووجوه فنية. معي سيد أحمد إبراهيم رئيس حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي. في هذه اللحظة كسياسيين بماذا تتوجهون بخطاب لتهدئة النفوس؟ ربما هناك تجاذب وحالة من الاحتقان السياسي، كيف ترى المناخ السياسي الآن في تونس؟ هذا يوم حداد، هذا يوم خشوع، لنكن في مستوى روح شهيدنا ولنحافظ على وحدتنا
وعلى أمننا وأمن بلادنا. ما هي الرسالة السياسية التي توجهونها؟ هي يوم خشوع ويوم هدوء ويوم احتجاج في هدوء، يوم غضب ولكن كقوة هادية. الشعب التونسي شعب هادي وشعب يريد الخير لبلاده، ويريد أن يقطع نهائيا مع العنف ومع دعاة الإرهاب، ويريد أن يقول كلمتها اليوم في كل بكل خشوع وبكل قوة هادية، ولنبقى دائما موحدين ضد العنف وضد دعاة الإرهاب وضد الذين لم يفهموا الرسالة جيدا من الشعب. اليوم الرسالة هي الشعب التونسي هو صاحب القرار، والشعب التونسي هو الذي يطالب بأن نقطع نهائيا مع دعوات الافتتان ودعوات الاقتتال ودعوات العنف. اليوم يجب أن تكون رسالة واضحة للجميع. هذه المليونية التي أعتقد أن كل أرض تونس اليوم إذن هناك حضور كبير كما تشاهدون خلفي في انتظار وصول جثمان الفقيد. مر الجثمان من دار الثقافة بجبل جلود بشكل بطيء في انتظار وصوله. كان من المقرر أن يصل الجثمان في منتصف النهار. كنت تستمع إلى السيد أحمد إبراهيم، قال يوافقك الرأي في ضرورة القطع مع العنف والإرهاب، في ضرورة الوحدة الوطنية في هذه المرحلة بالذات. يعني كل جهات تونس تقريبا تشارك اليوم في هذا الحدث، تشارك في توديع الراحل شكري بالعيد. أعود إلى بيان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي دعا من جهة أخرى السلطات إلى العمل على دفع مسار الإصلاحات، وشدد على أن أحداث العنف لا يجب أن تحيد بالانتقال الديمقراطي في تونس عن مساره. سلاح إذن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يدين اغتيال شكري بالعيد في انتظار وصول موكب الجنازة الذي انطلق تقريبا في حدود 11:30 من جبل جلود من أمام دار الثقافة بجبل جلود، وسط تأمين كلي للجيش الوطني لموكب الجنازة، وسط حضور شعبي كبير عد بالألاف هناك في جبل جلود. موكب الجنازة يتنقل ببطء في اتجاه مقبرة الجلاس، والجميع هنا سيلقي نظرة الوداع الأخيرة على جثمان الراحل. أنا من خلال متابعاتي ومعرفتي تقريبا هذه أضخم جنازة عرفتها البلاد للأسف بعد جهاض جنازة بورقيبة من طرف بن علي وأجهزة بن علي، لأنها كانت ستكون أيضا جنازة تاريخية. النشيد الرسمي الوطني نستمع إليه الآن. يجلسون أمام التلفزيون الوطني لكي يشاهدوا الجنازة، فإذا به يشوفوا في السمكت وفي حدائق الغزلان وكذا، يعني المحاولة كانت رهيبة لمنع موت الزعيم بورقيبة. نعم. كانت محاولة، كانت تعبير عن خوف بن علي من موت بورقيبة. نعم، الآن أنا بجانب القبر الذي سيوارى فيه المناضل شكري بالعيد. يعني الوصول إلى القبر كان بصعوبة كبيرة نظرا للجموع الغفيرة، آلاف مؤلفة من المواطنين، من أقارب شكري بالعيد، من أصدقائه، من مناضلين سياسيين. صدق الله مولانا العظيم. شاهدوا في الصور، نذكركم اللي تابعوا على قناة نسمة في مراسم تشييع جنازة الشهيد المناضل شكري بالعيد في هذا اليوم التاريخي، يوم مفترق الطريق 8 فيفري 2013، جنازة وطنية أيضا إضراب عام اليوم. هذه الصور توصلنا مباشرة من مقبرة الجلاز، متابعها معا مباشرة على القناة الوطنية الثانية. كما قلت، يشيع اليوم جثمان الفقيد شكري بالعيد إلى مثواه الأخير في جنازة وطنية. أعطى رئيس الجمهورية المؤقت القائد الأعلى للقوات المسلحة محمد المنصف المرزوقي تعليماته بإقامتها،
وخصص مكان في مربع الشهداء في مقبرة الزلاج لدفن جثمان الراحل. شكري بالعيد اليوم تحول من شهيد سياسي، من شرف الشهيد السياسي إلى زعيم وطني، وهذه مرتبة عظيمة. اليوم أصبحت الثورة التونسية، الثورة التونسية اللي هي مسار في النهاية، الثورة التونسية من المؤسف أن نشاهد هذه الصور. أما نواصل كما قلت أن الثورة التونسية اللي هي مسار، وهذه الثورة التونسية ما زالت ما كملتش مهامها الكثيرة المطروحة عليها في الديمقراطية وفي الحرية وفي الانتقال الديمقراطي. هذه الثورة أصبح لها الآن زعماءها، حتى وإن كانوا أموات وحتى أن استشهدوا فإنهم أصبحوا علامات لهذه الثورة التي يجب أن تتواصل وأن تنجز مهامها في أقرب الأجال، وأن تلتف الطبقة السياسية كما ملتفين. هذا الأملاك العامة سيارات مواطنين جاءوا في المسيرة، هذا مش من شأنه بالطبيعة باش يفسد الصور اللي ريناها، وبالطبيعة توا باش يحاولوا يدخلوا مقبرة الجنازة والاختلاط بالناس. هذا اللي نشوفه فيه عبر الصور اللي توصلنا مباشرة من مقبرة الجنازة. التشويش على الجنازة هذه محاولة لإفساد هذا اليوم، فئة صغيرة من لكن ما همش عدد كبير في الحقيقة، ما يفوتوش 20 واحد. وأكيد أنه سوف يتم تطويق الحادث هذايا، لأنه في كل راو في كل تجمع مش مواجهات، ما فماش مسيرات مضادة بين قوسين. إذا نشوفوا في السيارات أمامنا، نواصلوا نعلقوا على الصور، نواصلوا نحكيوا أيضا على هذا اليوم التاريخي، يوم الحسم أيضا بالنسبة لتونس، تدخل قوات الأمن اللي اليوم نذكر الجيش والأمن كان موجود بصفة كبيرة منذ أول ساعات في النهار من شارع الحبيب بورقيبة في كل مناطق الجمهورية، أيضا في صفاقس، في سوسة، في سليانة، في الكيف. مش نحكيو على خبر حل المكتب الجهوي والمكتب المحلي لرابطات حماية الثورة بسليانة، حلوا نفسهم، هذه بادرة طيبة نحيوهم. هو بالفعل يعني، ولكن هي ما هيش المرة الأولى، لأنه فما في السابق كان هناك مكتب غرمباليا بالضبط أيضا حل نفسه، وبالأمس سجلنا أنه مكتب سليانة حل نفسه، وهذه بادرة جيدة جدا، لأنه هذه العناصر يقع استغلالها وتوظيفها سياسيا في أغراض معناها لا علاقة لها بخدمة البلاد ولا علاقة لها بالثورة. لا أدري إن كان زميل حمادي الغداوي يستمع إلي. حمادي نعم زينة أستمع إليك. نعم حمادي. نعم، إذا ربما ما ذكرته هو في مدخل المقبرة، ولكن كما تشاهدين الآن يعني الخشوع يخيم على هذا المكان في أعلى المقبرة، إلى جانب الأستاذ عصام بن سالم وهو أحد رفقاء شكري بالعيد، أستاذ اليوم سلك المحاماة، يودع المناضل، يودع أحد أبنائه شكري بالعيد. ماذا يمكن أن تقول وأنت زميل يعني تودع اليوم زميلا لك تم اغتياله؟ سلك المحاماة هي في مأساة كبيرة، وهي في حالة عزاء، لأنها فقدت أعز أبنائها وهو الأستاذ والزميل والصديق العزيز شكري بالعيد. شكري بالعيد لم يكن فقط زميلا، شكري بالعيد لم يكن محاميا فقط، بل كان صديقا لجميع المحامين مهما كانت مشاربهم ومهما اختلفت آرائهم من ناحية إنسانية، فهو
إنسان طيب. شكرا لك أستاذ. كان معنا إذن الأستاذ العصام بن سالم زميل شكري بالعيد، وهذه صورة أخرى وشهادة أخرى لزميل، وهو قبل أن يكون زميلا هو مواطن من بين المواطنين التونسيين الذين يحضرون هذا الموكب، موكب الجنازة. ولكنه ولأنه رأوا النقابيين عندهم، وهذا لنا نرجع للدور الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل اللي عمره ما ينجم يكون بعيد على اهتمامات البلاد. كان عنده دور وطني في السابق ويواصل فيه اليوم في الثورة وبعد الثورة. وعلاقة شكري بالعيد بالحركة النقابية علاقة قريبة ياسر، والالتحام اللي بشي يصير اليوم بين مختلف الشرائح. الشعبية متاعه قاعدة تالا، فهمتني، وخافوا منهم في الانتخابات، ومن شيرة أخرى يضربوا النهضة، خاطر تو هما الكل حاطين النهضة. ودينا احنا النهارين اللي فاتت حتى وصل العاصمة أكثر من حادثة صارت في الإطار هذايا، محاولات نتاع نهب وسطو على محلات أدت حتى إلى استشهاد عون الأمن لطفي الزار الله يرحمه في تدخل من نوع هذايا في باب الزيرة. واليوم فما لاحظنا العناصر هذوما نتاع منحرفين. إنسان يخلع في بوتيك تعرض له، ضربه بحجرة في صدره، ومع زيد الاختناق نتاع الغاز توفى. توفى نتيجة شنية؟ نتيجة أهمال نتاع تقصير جهازات. كان جاي جوزي عمل واقي في صدره وعمل بافي في خشمه ولا محل العمار بيد الله، نعم. أما زاد ثم سبب زاد، نعم. كيفاش وزارة الداخلية تخرج أعوان الأمن باش يدافعوا على بلادهم باش يدافعوا على تونس وما تدافعش عليهم هم؟ كيفاش تخرجوا تعطيه الكريموجين باش يضرب بيه باش يدافع بيه على تونس وما تعطيهش واقي باش يدافع على نفسه؟ أنا هو اللي خسرت، ورا زوجي خسرته، مرته وولاده، مشي شهيد على خاطر تونس، لكن تونس ما دفعتش عليه، لكن ما دفعوش عليه، أنا هو اللي خسرت. مشي الخمسة ونص كلمته بالتليفون، أنا من عادتي بنحط العشاء ونحذر مائدة العشاء لما نطلب نقول له وينك، باش كي خلط عليه سخون، تلموا الكل، طلبته الخمسة ونص ولا ستة غير ربع، قلت له وينك يا لطفي؟ قريب جتجي هنحذر العشاء، رد عليا بنطرة، قال لي باب الزيرة خايدة وتونس خايدة وانتي تسأل فيها على العشاء، وحس كاني أنا قلقته في خدمته وحلق علي التليفون. يعني روحه الوطنية كانت حاضرة في تلك اللحظة، نعم. حاضر. نعم. مشي البنجردين طلبته، قلت له رد بالك على روحك، كي تشوفها خاضت برشا وخرتيلي، قال لي ليه ما نوخرجلتيلي؟ ما لويني وطنيتي؟ ما انا كيفاش باش ندافع على تونس كي وخرتيلي؟ سيدة عفاف، كم لديك من الابناء؟ أربعة. قداش عندك صغار؟ عندي زوز بنات وزوز اولاد، بنتي صغيرة عمرها 10 شهور. مازلت كي نقطة كلمة يابا بنت. عندكم عائل آخر؟ ما عندنا، هو الوحيد اللي يدخل علينا ويخرج علينا، وهو الوحيد اللي يخدم علينا. مشى كل شيء، مشات أحلامي كل معاه، ومشات دنيتي الكل معاه، ومشات فرحتي معاه. أنا ما قعد لي حد في تونس، أنا الثورة ذرتني ما نفعتنيش، هزت لي أعز ما عندي. الله يرحمك والله يرحمه، ربي يرحمه ونعم، الله يرحمه ويعطيني أنا الصبر إن شاء الله. وإن شاء الله معناها السلطات التونسية تهتم بوضعية هذه العائلة التي فقدت عائلها الوحيد والذي راح ضحية أدائه لواجبه الوطني. الدفاع عن شكون؟ كما قال الدفاع عن تونس، عن مصلحة الآخر، مصلحة نعم. الآخر، نعم. حتى لا يقع سرقة، حتى لا يقع ظلم، حتى لا يقع اعتداء على الممتلكات، يعني يوصلها المصير هذا.
يترك عائله في هذه الوضعيه ومن بعد تكون يعني المقابل يعني زهيد لا قيمه له، مما يدفعها هي باش تقول لك يعني انا الثوره ما نفعتنيش ضرتني، اني تونس ما وقفتش مع راجلي وما وقفتش معايا. ولذلك هذه صرخه عميقه من امراه مجروحه، فهمتني؟ يجب ان تونس تقف معها، يجب مؤسسات الدوله ان تقف معها، وعلى الاقل هي مش باش تعوض لها زوجها. أكيد. زوجها كما قالت هي تؤمن بالله سبحانه وتعالى وتؤمن بالقضاء والقدر. نعم. لكن عندها أبناء في رقبتها، عندها أحلام كانت تسعى من أجلها، وهك الأحلام ضاعت تماما في لحظة وتبخرت في في في, في, في لحظة. إذن من واجبنا كتونسيين، من واجب مؤسسات الدولة أن تقف معها حتى بالفعل يكون شهيد وترك عائلة في أمن وفي أمان. كلمني معمد 3:30 قال لي حذر لي ساكي ساكل توا في الدار، قال لي حذر لي ساكي راه تونس خايده ما نعرفش وين باش يبعثوني. قلت له وين باش يبعثوك؟ قال لي وين باش يبعثوني نمشي، وين باش يبعثوني في بالو باش يبعثوني بلاصه بعيده. نعم اماني، اين انتم بالضبط الان؟ نحن الان في الباب الرئيسي، المدخل الرئيسي للمقبره الجلال، واتناول الدخان ربما سوف يصل منزلنا يعني غزو في الدواء بدرجه كبيره هنا في محيط مقبره الجلال. نعم اماني، سنواصل متابعه الوضع معك من حين الى اخر. الى حكم سياسي لا تنتج، لا يمكن ان تكون ديمقراطيه، هذه 14 قرن طبقناه وعشنا عصور انحطاط واستعمار واستحمار عثماني، ومع ذلك ما جاش الديمقراطيه. فطين هل تستمع الي؟ فطين، ويبدو أنه تعذر علينا الاتصال بزميل فطين حفصية، نحاول إذن معاودة الاتصال به. لا عمل دستور ولا عملت لجنة انتخابية، يعني الموعد الوحيد اللي عنا تعطيه لنا حركة هذا هو إن شاء الله، نحن مع مشيئة الله، ولكن هذا ليس تحديدا زمنيا للانتخابات. نعم أنت على المباشر زينة. الآن كيف تبدو الأوضاع في شارع الحبيب بورقيبة؟ نعم نحن الآن مباشرة في الشارع الرئيسي لحبيب بورقيبة بعد تشييع جنازة الفقيد شكري بالعيد الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، وسط طبعا تدخل أمني، يعني ثم تعزيزات أمنية كبيرة جدا هنا في الشارع الرئيسي في انتظار ربما وصول بعض المواطنين أو العديد المواطنين اللي هم الآن في يشيعون جثمان الشهيد جثمان شكري بالعيد. طبعا نحن الآن مباشرة نبقى مع هذه الصور الحية من شارع رئيسي لحبيب بورقيبة. هل هناك بعض التجمعات في شارع بثينة؟ نعم هناك بعض المواطنين ربما موجودين هنا في الشارع الرئيسي لحبيب بورقيبة. انا نحب بابا توا نشوفه، اون بلوس بابا بطل وانا وبابا ما ماتش، وانا نحبه برشا وهو زيد يحبني برشا. زينة
تستمعين إلي زينة؟ نعم 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 نستمع إليك حمادي. نعم نعم شكرا زينة. المقبرة الآن وهذه المكان في هذا المكان يعني يتواصل الخشوع، تتواصل توافد المواطنين والشخصيات ورفقاء الفقيد شكري بالعيد إلى جانب الأستاذ نور الدين الماجري محامي أستاذ يعني اليوم سلك المحاماة يودع شكري بالعيد. هذا اليوم هو يوم العزاء بالنسبة إلى المحاماة التونسية، لكن الرفيق والشهيد شكري بالعيد هو شهيد كلمة الحق في تونس لإفساد المسيرة. معنى ذلك أنه من هنا نتحدث على طور آخر، وهو مجال آخر، وهو مجال سياسي ومجال متاع التشويش ورغبة في إفساد هذا الإجماع الكبير وهذا الالتفاف الكبير حول جنازة رمز، جنازة لشخص أصبح اليوم يوحد التونسيين، وهو عنوان لوحدتهم وعنوان كذلك للديمقراطية وعنوان لنبذ العنف. الاعتداء الآن يحصل على هذه الرمزية، هو اعتداء على هذه الرمزية واعتداء على هذا الإجماع، سنتبين ذلك من خلال سيرورة الأحداث. أستاذ محمد، بعد مبادرة السيد الرئيس بشار الأسد وخططه السياسية لحل الأزمة، هل ترى أن سوريا يعني فعلا دخلت مرحلة جديدة يعني قابلة للتطور؟ أنت انتهيت أيضا بإعطاء الحظ وافر للجيش العربي السوري للتقدم في يعني الوصول إلى حل، ما بعرف نعم. بجوز كونك على من خلفية نعم. عسكرية نعم. ومعارك نعم. يعني سوريا دخلت مرحلة جديدة وهي قابلة لهذه المرحلة ستتطور إيجابا لتكتمل وتكتمل يكتمل معها بناء الأمة من جديد. إن الذي يحدث في سوريا من بناء سليم، أي إعادة صياغة مفاهيم الدولة في المجتمع السوري على أسس سليمة وبتراضي وميثاق وطني لجميع السوريين، سيؤسس لمجتمع شديد التماسك عروبي مقاوم، سوف ينعكس هذا إيجابا على كل الوطن العربي من المحيط إلى الخليج، وسوف أثير بشعارات متعددة منها شغل حرية كرامة وطنية، إذن بعد قليل يوارى جثمان شهيد شكري بالعيد الثرى. الجيش الوطني يؤمن دخول الجثمان إلى المقبرة، وأمن هذه الجنازة الوطنية منذ بدايتها. معناها تشوفوا قديش مدرار، قديش يعطي المعلومة، قديش وبالحجة، معناها مش إنسان معناتها ظاهرة كلامية، خطر عنا مسؤولين ولا زعماء سياسيين ظاهرة كلامية يبدأ يلوك في نفس الشيء. شكري إذا تستضيفوا اليوم وغدوة تستضيفوا ديما عنده جديد مستحيل. لتخريب سيارات في الخارج، محاولات لسرقة بعض السيارات وبعض الأشخاص في الخارج، مما توجب تدخل قوات الشرطة، ولكن أنت تعلمين أن قوات الجيش هي التي تعطر. فرنسا تحارب الثورة التونسية السياسية.
إذن بالنشيد الوطني أيضا استقبلت هذه الجموع الغفيرة الراحل شكري بالعيد. وكنا قبل قليل نشاهد في محيط مقبرة الجلاز. منعرفش أنا في أبرز محطات الدولية. هو التوانسة سرقوا منهم جنازة بورقيبة. من فضلك من فضلك، أنا لم أنادي بحل الحكومة، هناك حول كيفية تصور النظام السياسي أي خلاف سياسي. سيدة نزيهة، نشاهد يبدو أن هناك ربما سيارة تحترق، هناك دخان، نشاهد في محيط المقبرة. سنحاول الاتصال بزملاء الموجودين هناك على المكان. وما هوش كما يعملوا عديد السياسيين اللي ناضلوا في الصالونات واللي يكتفيوا طرف من هذه العجلات المطاطية. الآن كما تسمعون وتشاهدون تصفيقات من الحاضرين في الجنازة في هذا الجو المهيب، لأن بوهم رمز وقدم التضحية القصوى، تضحية الدم يعني. نعم. ساكريفيس سوبريم يعني. دفع ثمن ضغطة. ما فماش يعني ما أغلى منه، إن شاء الله ما يمشيش هباء. الله يرحمه هو والجبهة الشعبية الكل. كانوا في اتخاذه لهذا القرار ولم يعد إلى شركائه، واعتبرت أن الحاجة ما تزال قائمة لحكومة سياسية وليست إلى حكومة تكنوقراط. آخر اختيار يكون هو اختيار شكري بالعيد، تسامحوني خاطر متأثر وفما نعذرك. إذا الأستاذ أحمد مشوش، يبدو أن الموكب، لا أدري بالنسبة للصور، ولكن يبدو أن الموكب سيتحرك من 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 باب المقبرة إلى هنا إلى القبر الذي سيوارى فيه الشهيد شكري بالعيد الثرى. شكرا لك الزميل حمادي الغداوي، نحاول الاتصال بك من حين إلى آخر. يد واحدة يدين العنف ويدين الاغتيال السياسي. نوجه نداء للتوانسة الكل يصطفوا واحدة واحدة ضد هالثقافة الجديدة، ضد ثقافة الاغتيالات، ضد هالطيارات الجديدة الداخلة على البلاد. المطالب الاجتماعية والمعيشية لم تغب عن هذا التجمع، والبعض عبر بوضوح عن خيبة أملهم مما تحقق منذ انطلاق الثورة وحتى اليوم. لاحظوه أنه بإجمالا ما فيش يعني تغييرات كبيرة على مستوى الشغل، على مستوى عدم التوازن الجهوي، على مستوى يعني الحياة اليومية. وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس قال إن على باريس أن تدعم الديمقراطيين في تونس، داعيا إلى محاربة الظلامية التي تريد أن تسلب شعوب تونس وليبيا ومصر حق إقامة الديمقراطية، لأن في ذلك رهانا لضفتي المتوسط وفرنسا وليس فقط لتلك الزغاريد وحالات التأثر بادية على كل الوجوه. بشكل حماسي في هذا الموكب الخاشع، موكب تشيع جنازة شكري بالعيد. إذن هذا جثمان الشهيد شكري بالعيد محمولا على الأعناق، أمطار ويصل الجثمان إلى مثواه الأخير بباقات الورود بالعلم التونسي. Thank you.
تعزيها قلت قبل قليل وصفت هذا المشهد بأن الجنازة ستبقى تاريخية. معناها التعبير الأساسية لرفض الآخر بأفكاره أستاذ على ما يبدو الرقم الذي وصلني الآن من الأرقام التي تحضر الآن تشيع ولكن حتى الآن لم تتضح هذه الصورة. مواجهات عنيفة بين الشرطة وبعض مشيعي القيادي المعارض المغدور شكري بلعيد في محيط المقابر شكلت اللوحة الأبرز لهذا اليوم في تونس. جثمان المناضل الحقوقي شكري الله أكبر. بعد قليل نعود إلى توفيق. توفيق إذن بلغنا أن جثمان لطفي شكري بالعيد ووريا أثر منذ قليل. إذن المناضل والنقابي والحقوقي شكري بالعيد ولن نخون ولن نتراجع ولن نتخاذل
وما أخذنا عهدا وما أخذ عهدا ألا كنا أوفياء لهم. يا شكرا. اتحدوا 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 لبناء مصيركم. احكي على اخوه على عزيزه على صديقه، النصر لشعبك لوطنك لا للتراجع. احداث سقيت سيدي يوسف ايضا، واحكي على لطفي الزار. نشكر زملائنا اللي كانوا حاضرين اللي كانوا قراب بطبيعه صباح اليوم تحديدا في العاشرة والنصف، حيث وضع جثمان الفقيد شكري بالعيد في دار الثقافة بجبال جلود قبل أن يتحول في جنازة خاشعة إلى مقبرة الجلاس. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا إليهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ كلما فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بل جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير.
كبير ولو قال الذين كفروا لو نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. عودة إلى مقبرة الجلاز نشاهد مع مراسم تشييع جنازة الشهيد المناضل شكري بن عبد. يا حبيبي
أن الشارع التونسي في حالة صدمة، هذه الصدمة جعلت 1,400,000 يخرجون اليوم، برأيك ما تداعيات هذه الصدمة؟ عذرا هذه أرقام رسمية يعني ممكن فيها نقاش، ممكن يكون العدد أكبر ولو أني ولكن نحن بطبيعة الحال نعتمد الأرقام الرسمية. واضح. إذن هذه الصور شاهدوا فيها مباشرة من مقبرة الجلاز وخاصة في مربع الشهداء. فاطمة، شفنا الأسماء الكبيرة التاريخية اللي باش يكون إلى جانبهم شكري بالعيد اليوم في التاريخ وأيضا في الموقع وفي الدفن. صحيح، احنا شفنا هو بجنب قد صالح بن يوسف الله يرحمهم الاثنين، وتعرفوا اللي رفيت صالح بن يوسف رجعت سنة 88 للبلاد، بجنبه زاد المنصف باي هذاك المبني معناتها الباي الوطني الوحيد اللي عرفناه في البلاد، بجنبه آخر واحد تدفن في مربع الشهداء هو حسين تريكي المناضل التونسي اللي عاد عمره كامل في الأرجنتين يدافع عن القضية الفلسطينية والقضايا العربية، جاء بمناسبة الثورة وكان معناتها لما يأس وشاف اللي الثورة ماخذة منعرج آخر، خذ الطيارة ومشى بعد مدة قليلة جدا تضرب وتدهس معناها حافلة، وهذا اللي 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 حب على استقلال تونس معناها استقلال حقيقي، وشاف في الثورة التونسية أنه ممكن يصير، ولكن بعد ما صارت الانتخابات وصارت محاصصة حزبية معناها ما كانش راضي وروح معناها رجع للأرجنتين. كما قعدنا نحكيوا على الرمزية نعاود نقول راو على فرحة حشيد، راو اسم من بين الأسماء، لكن اليوم تحية اللي أعطاه قطرة الدم التونس اللي كان سبق تونس على شخص وعلى نفسه وعلى عائلته وعلى صغاره وعلى أقاربه وعلى أصحابه. وراء الثراء الفقيد والشهيد شكري بالعيد، دولية أين نحن من هذه اللعبة؟ هل نمسك بمصيرنا بأيدينا؟ اليوم جنازة وطنية مهيبة للسياسي والحقوقي والمناضل الشهيد شكري بالعيد، موكب تشيع جثمان الشهيد إلى مقبرة الجلاز أين وري الثرى. احنا في منعرج تاريخي اللي تعيشه البلاد، والاغتيال الشهيد رفيقنا شكري بالعيد سنستخلص الدرس منه كلنا القوى التقدمية والديمقراطية باش نواصلوا على درب شكري بالعيد. في مقبرة الجلاز، كيفاش عشت هذه اللحظة اللي تاريخية أقل ما يقال عليها مدام ليلى؟ هي الحقيقة الوجيعة كبيرة برشا باش تلقى كلام تنجم تحطه على قدر الوجيعة من اللي وقع اغتيال
الشهيد والرفيق شكري بالعيد. بالنسبة للشهيد سي لطفي الزار، هذا حبيبنا الغالب معنا جات معنا في نطاق العمل، ما كل صدق ما ناقصين تجهيزات. الضربة جاتوا على صدره اون برانسيب، راهو فمك فما الكرباس تغطي له. لو كان جات الكرباس، كان جات فما تجهيزات، فما كرباس لابسها تجهيزات كاملة يكومبري الكاسك، ما كانش يضر، ما كانش توصل حتى كان تجي شوك، تجي خفيفة برشا. خرج من الصباح عام 6 نتاع الصباح وباش يحمي بلاده قبل كل شيء. شكري بالعيد منزل والده في جبل جلود. على كل نقول الله يرحمك شكري بالعيد. تونس تبقى صناعة تاريخ روحك وصناعة تاريخ لبلادك، والأكيد وأنه سواء اللي قتل سواء اللي يقف وراء تنظيم العملية هذه الكل، ما نعرفش لو كان هو عبد لو كان يعني من جيلي أنا، جيل عبد الستار، وجيل معناها احنا قلينا في الجامعة في نهاية السبعينات بداية الثمانينات. نعرف خوه يشتغل في مهنة حرة. الأولانيين اللي تصدقوا على المستوى الصحي بطبيعة الحال نتكلموا، الأولانيين اللي تصدقوا هي الصحة العمومية، مستشفى الجهوي ببن قردان. الأمن، ما الذي يريدون غير الفوضى والدفع نحو المجهول؟ لكن
لتونس رب يحميها ولها رجال ونساء يحمونها من الأمن والجيش ومن كل العقلاء إن شاء الله. فاستكمال الثورة في جو مفعم بالخشوع والأناشيد الوطنية، ودع مئات الآلاف من التونسيين فقيدهم شكري بالعيد وكلهم أمل في مواصلة نهجه النضالي، منددين بقتلته ومتوعدين بالقصاص لروحه. اليوم الحضور هذا هو أحسن إجابة على العصابات المجرمة اللي فما شكون يحرض فيها فما شكون يتغطى وراها، والتاريخ سيفضح كل شيء. جنازة وطنية حضرها التونسيون والتونسيات وممثلو الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية رافعين العلم التونسي ومرددين النشيد الوطني في جو ذكر عديدين بجنازة فرحات حشاد وغيرهم من شهداء تونس ومناظريها. جنازة مهيبة كما أرادها أحباء بالعيد وجميع الأحرار الذين لم تمنعهم الظروف الطبيعية الصعبة والأجواء الأمنية المشحونة من توديع الرفيق. اللي ماتوا على خطرها التوانسة وماتوا من 17 ديسمبر ل 14 جانفي، لأنه اليوم شكر بالعيد، ولكن ماتوا 342 شهيد من ديسمبر لجانفي من الحوض المنجمي. الويش ماتوا باش تونس تولي تونس جديدة، يتمناوها الأباء والأجداد، وماتوا على خطرها ماتوا أباء وأجداد ومئات وألاف من التوانسة. مشاهد الدموع والحسرة والتأثر كانت بارزة على وجوه المشيعين الذين جاءوا لتأبين روح السياسي والمناضل والمحامي الذي دافع عن الفقراء ورفض فكرة على تنديدنا بالجريمة النكراء، ولكن نحط في بالنا أيضا بلادنا تونس الجميع. لا أريد أن نعلق على الإضراب العام وقرار الإضراب العام، فهذا حق مشروع، ولكنه أيضا من حق بلادنا أن لا نزيد الطين بلة ولا نزيد المشاكل ولا نكبد شعبنا واقتصادنا مزيد الخسائر مزيد التأزم، فليس لمصلحة أحد. أتوجه لعموم الذين شاركوا في الجنازة في هذه اللحظات، وأنا متأكد من تغلب صوت العقل على أن نحول هذا التعاطف وهذا الاستنكار ضد الجريمة إلى أعمال لا تليق بالثورة ولا تصلح ولا تخدم مصالح بلادنا. الأمين العام للتيار الوطني الديمقراطي على عربة عسكرية من مركز ثقافي في العاصمة وسط إجراءات أمنية مشددة وفي حضور عشرات الآلاف من المشيعين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم. أكد رئيس الحكومة المؤقتة حمادي جبالي تمسكه بقراره تشكيل حكومة تكنوقراط غير متحزبة، وأضاف جبالي في تصريح إعلامي قوله إن الحكومة الجديدة ستكون محايدة عن الأحزاب وستعمل جهدها من أجل تحقيق أهداف الثورة والوصول إلى الاستحقاق الانتخابي بسرعة. أريد أن أؤكد أن هذا الخيار فاجعة كبرى، ولكن ذاك قدر الله، يعني إن الله هو يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، ولكن الدم نتاعو ما يمشيش يبلد، وتونس محقق يعني لابد باش تكون في مستوى شعب تونسي باش يكون في مستوى المسؤولية اللي ولات أكبر من قبل، وعلى كل حال الأيام بيننا. من هنا خرج جثمان شكري بالعيد، خرج وسط جموع غفيرة صدحت حناجرها بشعارات مختلفة. خطوة بخطوة، حملا على الأكتاف، توجه الموكب إلى دار الثقافة بجبل جلود لتمكين الحاضرين الذين توافدوا بالآلاف لإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان الفقيد. خلال لك أنا الفراغ وكاها شكري، شو نقول لك أنا شكري، أعطينا لتونس هدية كتبتها على التاريخ، نحن خذينا الفراغ خذينا اللاعة اللي دعاو العداء
تم الصلاة على جثمان وجزاهم الله، والناس خرجت كمان، قداش باش يمنعوا، قداش باش يعنفوا باش ما تمشيش جنازته، يخرجوا يسمعوا تونس، شكري مشان أجل الحرية، لأجل الديمقراطية، واليوم إن شاء الله نحقق الحرية والديمقراطية، أنا فرحانة برد فعل الناس التلقائي، فرحانة بالحرية الكاملة في وسط الناس التوانسة. بالورود ببدلة المحاماة والشحان نعش شكري بالعيد. خرج جثمانه من مسقط رأسه على متن عربة عسكرية والآلاف يشيعونه. وفي حدود منتصف النهار تحرك موكب الفقيد شكري بالعيد باتجاه مقبرة الجلازة، حيث تقرر دفن الراحل في مربع الشهداء. ضباط وجنود من الجيش الوطني أمنوا الجثمان المسجى بالعلم الوطني من كل الجهات، وفتحوا أمامه الطريق للعبور إلى مقبرة الجلاز. كل الطرق كانت تؤدي إلى المقبرة. معهم، ولكن ان التعامل بهذه الشكل وبهذا الصورة الحقيقة. دقيقة خوت رانا كنا عرب رانا وين. انا عندي مرض يدير دياليزم، وغدوة لازم يدير دياليزم، انا غدوة لازم يكون في ألجي، واليوم ماني جيت لهنا لتونس واحد ما حب يهضر معنا، ما لقيناش اللي ما نهضروا، ودوك السيد لو كان كاش ما يصرى له شكون اللي يتحمل المسؤوليه؟ هذا ما كان، هذا واش حبيت ندير؟ فول واحد، واحنا جينا من باجا، كي جينا للكوميسار هنا مسكر الحاكم المفروض يحطوا واحد معناها يقول للعباد وقت ايش؟ هذا نروح ولا نستنى؟ وهي الفول كان معناها مره في الاسبوع. لا حياتي. معناها ما لقيناش شكون اللي يجاوبنا يعطينا معناها. ما كانش حضور تونسي. نروح ولا نقعد معناها. انا جيت من الجزائر، كلمتهم البارح الساعه 12 في وين هزيت البي، كلمتهم قلت لهم بلي ما نجيش طومبورسيو لي البي ولا تعاودوا لي ريزرفاسيون الجمعه الجايه. قال لك لا، قال لك لازم تجي. كي جينا هنا خطو تونسيه واحد ما لقينا يكلمنا. ما فيش حد يسال بهم بك، ما فيش حد كلمهم، ما دارش اي حل للخطوط التونسيه ولا دارت لنا اي حاجه، وتقدر تدخل لهم في المكتب تاعهم. ودع بالعيد بالدموع والزغاريد وبزهور على قبره حيث يرقد، بعد أن خط مسيرة نضال توقفت قبل أن يرى تونس التي يريد. أصحاب السيارات الذين توجهوا إلى المقبرة لتوديع فقيد الأسرة النضالية عادوا ليجدوا مشاهد الخراب والدمار الذي خلفه هؤلاء الشبان بسياراتهم. ألسنة اللهب سبقت عمليات الإطفاء التي قام بها رجال الأمن والتي لم تفلح في إنقاذ ما تبقى من السيارات. شكون وراهم؟ هو منحرف ديما ماذا بيه يستغل هالظروف هذه للقيام بالعمل الإجرامي نتاعو، واكيد الأبحاث
مع اللي يتم ايقافهم تزيد توضح لنا صوره اكثر. ما نجمش نعطيك انا توا نتائج. 230 شخصا تم ايقافهم اليوم من المجتمع بهم في اعمال سرقه ونهب واعتداءات على الممتلكات العموميه في العاصمه التونسيه وخاصه في محيط مقبره الجلاز، وقد تراوحت اعمارهم بين 16 و25 عاما، والحصيله مرجحه للارتفاع استنادا الى الصور والاشرطه المتوفره لدى وزاره الداخليه ولما ستسفر عنه الابحاث. العنف بكافة أشكاله نراه كل يوم على صفحات التواصل الاجتماعي، وقد أضحى أمرا مستباحا أشبه بالعادي، تحريض على الإجرام ودعوات للقتل وتهديدات قد لا نعيرها اهتماما، لكنها اليوم نفذت وأودت بحياة المعارضة السياسية البارز شكري بالعيد. وللتنويه نعتذر مشاهدينا الكرام مرة ثانية على الخطأ الذي حصل في النشرة المسائية الأولى عندما تسربت بعض صور هذا التقرير سهوا لأحداث العنف التي جرت عصرا في منطقة باب عليوة. حادثة اغتيال المعارض السياسي شكري بالعيد لم تمر مرور الكرام على مواقع التواصل الاجتماعي وحتى على تويتر وعلى فيديوهات اليوتيوب، حيث تشهد نقاشات وتحليلات وحتى مزاعم بمعرفة الفاعلين. تنوعت الاتهامات وكثرت الدعوات الصريحة إلى العنف والشعب والاعتداء على الأشخاص. تصريحات سبقتها تصريحات أخرى وخطابات تحريضية. ثم غنية غنيتها لي قلت لي الفقيد شكري بالعيد يحبها برشا، كانت غنيها لنا طاو. اني اخترتك يا وطني، اني اخترتك يا وطني، غنينا شوي منها. اني اخترتك يا وطني حبا وطوايا، اني اخترتك يا وطني سرا وعلانيا، اني اخترتك يا وطني حبا وطواعيا، إني اخترتك يا وطني سرا وعلانيا. يعطيك الصحة نيروز، أكيد من أجل هالوطن من أجل حرية هالوطن شكري بالعيد ضحى بحياته. الشهيد شكري بالعيد من منزل الفقيد والرفيق والشهيد شكري بالعيد. نرجع لكم الخط حمزة. نص تأبين شكري بالعيد للناس اللي ما كانتش حاضرة في الزنازة وما سمعتوش كما يلزم، هات نقراوها. يا من يعز علينا أن نفارقه، يا من فقدناه رفيقا وصديقا وعزيزا مكافحا مثابرا. نحب اليوم نعطيه درس للي قتلوا شكري بالنظام وبالتنظر. نحب نعطيهم درس بأنك يتعدى الجثمان
كيما يعملوا بعد ما تراف تتحل ثنية وحد ما يحلف أمه. الشهيد الكبير شكري بالعيد. هذه السيارة وقع اكتشافها اليوم في شارع بورقيبة كانت مليانة بالعصي وأيضا ببعض المناشير. عندنا بعض المعلومات يعطيونا اسم مالك هذه السيارة لكن بالطبع مانيش متأكد من هذه المعلومة، ما نجمش نعطي هذه المعلومة. شخص معروف يقولوا بأنه هو مالك هذه السيارة، الماتريكولاسيون بتاعها أجنبية. تسمع فيها بلاتو ولا خاطر سي كمال هذول مش قاعد يسمع فيها ولا قداه؟ الفقيد شكري بالعيد، لكن اللي عملته الجزيرة مباشر شاهدوه الآن للتأثير على الرأي العام. تفرجوا معايا ايش عملت. يا فندوسي لا لا لا
هل هذا صحيح؟ هل هي مجرد إشاعات؟ هل هي مجرد كلام؟ شنو حكاية النبش في قبر شكري بالعيد؟ والله هي إشاعة سمعنيها العشية، ما هيش متأكدة، ما فهم حد شيء أكدها، وحتى التوى ما جتنا حتى أخبار تأكد مسألة النبش هذه. الجيش الوطني، قولوا لي بأنه الجيش الوطني قاعد يحرس الآن في قبر شكري بالعيد، هل تؤكدين على هذه المعلومة؟ هل عندك هذه المعلومة أم لا سيدة بسمة؟ أنا سمعت في التلفزيون كما الناس الكل وقت اللي وزير الدفاع تدخل في قناة على قناة قال راهو نعم. ماذا تقولين الآن للمئات الآلاف، وإذا فما شكون يتحدث حتى على رقم 1,400,000 اللي نحكيه على العاصمة من غير ما نحكيه على الولايات، لأنه كل الولايات خرجت اليوم عملت جنازات رمزية لشكري بالعيد، ماذا تقولين لهذه المئات الآلاف هذوما التوانسة وللشعب التونسي اللي خرج اليوم في جنازة شكري بالعيد؟ نقول لهم أن جران برافو، نقول لهم أن جران سالو، نقول لهم يعطيكم الصحة، وقفتوا مع رواحكم ومع تونس، نقول لهم نشكركم برشا على الوقفة الجميلة اللي عملتوها في جنازة اليوم، نقول لهم محلية تونس بلادنا ولادة، ونقول لهم محلاكم وكاو. وهذه كانت التغطية خاصة لجنازة شكري بالعيد، وحسينو نحب نقول أنه معناتها عديو نشرة إخبارية مفصلة طويلة ثلاثة أيام معناتها من نهار الاثنين حتى نهار الجمعة على الأخبار اللي سايرة من غير ما يعديو الأخبار العالمية مثلا في القناة الوطنية، وعديو بعض مباشر كما شفتوا لبعض مشاكل تقنية اللي عادت عندهم، أما باللي كان مفصل وكان في عهد الزين والعهد بورقيبة ما يصير الشيكي، وصار عنف وتم استغلال معناتها برشق، ومعناتها تم استغلال كل الوقت ذاك انه من استسرق وتنهب.